هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقة رقم 15 من لعبة Elden Ring. ولدكم نبدأ تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا على دعمكم بالحلقات الماضية. الله يعطيكم العافية. يعني والله يا جماعة الخير دعمكم يسعدني، أو لما أقرأ تعليقاتكم كمان والله تسعدون. يعني شكرا شكرا والله من كل قلبي، أتمنى تصون دعمكم الجميل. وخلونا يا جماعة الخير كمل باللعبة الأسطورية ذي بسم الله. اوكي يا جماعة الخير، خلونا نكمل. اليوم بإذن الله على فكرة راح يكون عندنا جهة جديدة. بس لكن ممكن في أحد منكم يسأل يقول عبد العزيز الشخصية كأنها متغيرة. أي والله سويت له قصة جديدة. عارف كيف؟ باللعبة ذي مداك ترى تغير الشخصية حقتك من ناحية الشكل، عارف كيف؟ بس بوريكم بالله عشان اللي ما يعرف. بس تجي هنا عارف كيف؟ تجي عند المراية ذي وخلاص كذا تغير، تسوي أي شيء تبغاه. مرة شيء حلو. حتى اعتقد انك تغير انك تخليها، يعني مثلا كنت تلعب رجال انك تخليه حرم، عارف كيف؟ فسويت له قصه دي، عارف كيف؟ حطيت له لحيه كمان. فخلونا نكمل دحين. ايوه خلونا نكمل يا جماعه الخير. بس لكن قبل ما نكمل، يعني انا لما جيت هنا، عارف كيف اخوان؟ لما جيت هنا طلعت شفت انه في شخصيه جديده هنا، عارف كيف؟ واحد تعرفوه شفناه قبل كذا بالقلعه. جيت هنا عارف كيف بطل كذا، اعتقد مداني انقز هنا كيف. شفت احد ايش فيه؟ بس والله ما ادري ايش فيه. المهم يا جماعه الخير، وشفت الرجال الطيب ذا متذكرين، وشفناه بالقلعه اللي هو السورسر اللي بيع السحر الازرق. خلينا نشوف شرجته. We meet again after all. شوف يقول we meet again. I'm for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? حلو صار يبيع، بس ما ادري ليه يقول انا ما اقدر اتحرك. ما ادري ايش برجوله، ممكن مصاب؟ وين في الإصابة خطيرة تصدقون؟ عشان شايف صراحة كذا زي الدبان هنا، فممكن في له جرح، عارف كيف؟ الحين مكتوب لي ليرن سكيلز. نفسها بضاعتك ما غيرتها؟ هذه نفس البضاعة اللي شفناها عند ال فكيه. About دي، من هو دي؟ أنا أعرف واحد ايوه قبل كذا قابلته اسمه دي، بس ناسي من هو. هنا مداني ايوه، هنا بقول له إني هزمت قدرك. شوف شو يقول لي، يمكن دي شيء كافئني. You defeated Godric and claimed yourself a great rune. Hmm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Hello. Oh, شو السلاح الرهيب ذا؟ روجر. هذا اسمه روجر. والسفلخ نفسه اسمه روجر. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. آه يقول أيام تل my fighting days is it's over، يعني خلاص انتهت أيام القتال حقته. يقول السيف ما يحتاج فدني إياه. هنشوف السور الثاني ده، بس سريع صراحة. قاعد يتكلم أظن عن السحر وكذا. صراحة بمشي بس بشوف الدنيا شيء. من هو دي؟ والله ما أدري. So you've met Dee. أنا قابلت Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. عرفت Dee مين. Our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. يا جماعة الخير، دي اللي هو مو في بنت أبوها، يعني عارفين كيف؟ كان يبكي عندها قبل كم حلقة عشان بنته انقتلت، عارفين كيف؟ هذاك هو دي أبو البنت هذيك. خلاص خلنا نسيبه. ده انا سيف جديد. ما ادري بنزل هنا ولا انزل هنا، شوف ايش فيه. والله ما ادري ايش فيه هنا. ما بس شو يعني ابدا ما قد جيت هنا انا. هذا ما في احد غزا العالم حقي هنا. اوه هنا مدرس استخدم السيف. هل في فوق مكة مداني ترى؟ بس اشوف ايش فيه هنا. هذا مين اللي ميت ذا؟ هذا سلاح كمان؟ ما ادري صراحة، شيء غريب. في واحد غزا العالم حقنا متأكد. عارف كيف مقاتل فجأة راح يطلع لي شايفين كيف؟ خلونا نتفاهم معاه. اوه والله جامد. يخرب بيت والله جامد ذا. ايش التأليف ذا؟ يا الله الله ياخذك. يا ساتر والله جامد. خربت ابوه.
أريكم فيه. كلها بتروق هذي. والله جامد، والله ما توقعته كذا. وال كم صراحة يا جماعة خلنا قويت على الفكرة في الدم حقي بشكل أكبر، عارفين الهيلث وقويت السترينج، عارفين. يا ساتر والله حتى هو عنده سحر جامد، والله ما أدري ليش جامد فيه. انتبه. ياخذك. لا الله يستر، صدقوا راح انهي ان شاء الله، بس اقوي نفسي. لا الله سريع، الله ياخذه. ما توقعته قوي، اكون صريح معاكم. هذه الحركه دي مره ما عجبتني. يا اخي حددوا يا الله، هذه ايش الحركه دي؟ ايش بتالف؟ والله قاعد يسوي حركات رهيبه، الله ياخذه. فيه كفو واحده كمان. اوكي اوكي انتبه. اوكي ما معاه هيلث. فيه حلوين. نهايته نهايته يا جماعه الخير. ويلك كان جامد. ما ادري مين يطلع ذا، خل نشوف في شيء ياخذه. كذا ارجع لل على فوق، بس خل نشوف ايش فيه هنا. اوكي خل نشوف ايش فيه هنا. فخلوني بس دحين يا جماعة الخير على السريع اشوف السلاح الجديد حق روجر. ما يمديني اشيله ليه؟ دكستيرتي عارفين كيف، لازم اوصلها 17 حبة بس ارفعها، عارفين كيف؟ اوه شوف كيف سيفه، والله خفيف صراحة. أشوف ضربته كذا، جدي شلت النار كذا. أشوف كذا. ما أدري استخدم معاه السحر، بس مو أي سحر على فكرة. والله سريعة ذي، والله مو سيء. خلنا نرد السلاح حقي. يو صراحة يا جماعة آخر كمان جبت رمح، والله ما ادري راح استخدمه ولا لا، وضفت عليه اشياء جديده عارف كيف، اللي هو الرمح ذا، بس خليني اوريكم اياه على السريع. فكه اضفت عليه اشياء جديده، شوف كيف القدره ذي، بس اكمواد القدره اللي راح احطها له فكه. الحين اوريكم اياه، بس خليني ارجع. فكه خليني ارجع بس احطها. اوكي يا اخوان الحين خلونا عارف كيف، خلوني بس اوريكم القدرة اللي قلت لكم بحطها للرمح. كيف اللي هي، والله دي ما ادري متى جبتها، بل عليها رهيبة. نجربها. اوكي. وخلاص خلونا احنا ننطلق. كمل يا جماعة الخير. خلونا نكمل. عارف انا ابغى اروح انا دحين. ايوه اخر مرة وقفت عند كنيسة. اوكي. بس لكن يا جماعة الخير، والله ما ادري اذا بروح جيت الكنيسة. يبغى خليني اروح جيت الكنيسة، والله كان نفسي اروح للكف، عارفين. لو تتذكروا يا جماعة الخير بالحلقة الرابعة اظن، عارفين، ما رحنا كف كذا، اللعبة فجأة ودتني كف بعيد. هذا هو، كان نفسي اروح لبداية الحلقة دي، بس والله ما ادري. خلونا نكمل بالخريطة دي، عارفين كيف. هذه الحلقة الماضية عارفين، والله هرجتها هرجة دي، عارفين. هذه لازم نجيب لها دواء، والدواء ذا نجيبه من عند سوامب في مستنقع. ما ادري فراح الاقي السوامب ذا، بس خلوني امشي سيدك اشوف ايش فيه. ولا اقول لكم خلوني اجي هنا، خلوني اجي هنا يا جماعة الخير، اجيب القسم حق الخريطة واشوف. والله السوامب ما ادري اذا انه على تحت او على فوق. فيك اتوقع على تحت، اتوقعه هنا، هو دائما يكون جهة البحيرة. ف كيف هنا في بحر، فأكيد انه حول هنا، عارفين. فخلوني اجي من هنا. كيف افتكر كم في رجال كلموا الحلقة الماضية، كان يقول لي لازم الدواء حق المريضة ذي تجيبه. انا بقى قاعد تتألم، عارفين كيف، فلازم اجيب لها الدواء.
فقل لي عشان تجيبه لازم تروح يا جماعة الخير جهة سوام، بعرف كيف برضو لي ما قد واجهتهم، خلاص لازم واجههم. والله كثيرين هنا، لا والله لازم انزل اتفاهم معاهم كيف، عشان هنا في شيء، بس خلنا نروح اخذه على السريع. اوكي بس خلنا ناخذ الشيء ذا، او ما ادري من شاف اي سوامب، هذه صحراء هنا. وشوف القلعة اللي هناك، انا في ذولي ورايا، بس خلنا نقتلهم على السريع. يعني انا اهم شيء عندي دحين اني اجيب القطعة حقت الخريطة. والله متعفين ذولي يا ساتر. خلاص خلاص خلنا نكمل. فين هي القطعة حقت الخريطة؟ بالله بس خلوني اجي على هنا اشوف ايش فيه، ان شاء الله ذولي ما لحقوني. ما ادري ايش فيه والله، ما بس انزل هنا اعرف كيف واتفاهم معاهم ذولي. الحلقة الماضية جبنا اعرف كيف اليد حقت التنين دي رهيبة والله، بس تطول لما يسويها اعرف كيف. يا ساتر ياخذكم، والله ما تنفع معاهم، استلموني. ما بس ارجع لورا ياخذكم. اوكي حلو نقتلهم كذا، ركن نفسك ترون بيد التنين، بس انتم شايفين كان نهايتهم الحمد لله. حلو حلو سحبت رجعت. يو كمان يا جماعة تأخر الحلقة الماضية، مو كنا بزي المكان كذا عارفين، كان البوابات عشان افتحها لازم زي الشعلة تولعها عارفين، فكانت البوابات كثيرة ففي واحد فوتته، فقبل ما ابدأ الحلقة دي بس رجعت عارفين كيف، واخذت اللي ورا الباب. واللي اخذته كان ذا، بس خليني اقول لكم اياه، شيء قوي السحر كيف اللي هو ذا، شايفين بوست دامج ماجيك دامج عارف كيف. فما ادري صراحه ممكن ضرر اللي هو الدرع اكبر، ما ادري هنا في شيء ولا لا، ما اعتقد في شيء، بس هذا الشيء يحرس معقول ذا كذا لحاله، هذا ما ادري يدمرها والله ما مداك. بالله بس خلوني عارف كيف، خلوني اجيب الحصان هنا بس بشوف ايش فيه. بالله كيف في شيء؟ اه والله ما في اي شيء. وهذا شاف انه لازم انتبه. خلاص طب خلاص خل نروح من هنا. برمي ذا يا ساتر، خرب بيتك، خلنا خلنا بس اروح من هنا. عارفين يعني هدفي صراحة بالحلقة دي انا اني اوصل للسوام ذا اللي قل لي عليه، عارفين اللي قل لي عليه قصة الرجال ذاك. يا ساتر استغربت ما في احد هنا. يا الله استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اوكي يا جماعة الخير رجعت هنا، لازم انتبه دحين وياخذهم يطلعون فجأة ما ادري كيف. يا سلام عليك هي، والله في سحر جامد قاعد يجيني ما ادري من فين والله، كان عبالي انه العملاق اللي قاعد يطلقه، بس شايفين انه قاعد يطلقه. اوكي شفته هناك، والله والله السحر مره جامد حقهم. انا كان نفسي روجر هذاك عارفين، كنت اكلمه ويبيع لي اياه، والله زي ما شفته ما يبيعه، بس لكن في كانت بياعة حقت السحر فكريم يعني بداية اللعبة شفناها، بس لكن لازم اجيب لها شيء عشان يعني مداها تبيع لي في كيف سحر بشكل اكبر.
بس خل نشوف انا فين بالخريطة. اوكي لا والله انا بروح هنا 2010 بجيب القطعة حقت الخريطة. ما ادري بشوف اي سواب ممكن هنا. اكنه هنا. طيب راح اروح لقطعة الخريطة. ايش في تحت؟ كتير تحت انا. والله ما داني انزل بالحصان. بس طب خلينا نشوف هنا ايش فيه. كيف خلينا نشوف هنا ايش فيه. اكيد هنا في شيء. قاتل ممكن واجهه. اوكي شايفه والله هذا كان زعيم. الحين تلقى خلاص كذا يلف بشكل طبيعي. يخليك تنزف ذا فلازم تنتبه. لا تهجت فيه. حلوين. نايس نهايته. كيف تكره ده والله كان زعيم. اشوف ايش كان يحرس هنا. اكيد عنده شيء مهم. شوف في البرج ده خلينا نشوف. هذا اوكي. كيف مكتوب داركنس الدخول الى الظلام مكتوب. بس خلينا نشوف اذا مدى نستخدمها ولا لا. كيف بس بشوف. والله ما مداني. لازم الدرجة 35. بس والله باين عليها رهيبة. خلاص الحين اعتقد كل عليه بس انزل على تحت. كيف؟ انزل على تحت بس. له ثواني بس انا حط اشياء كثيرة ما لها داعي. اشيل ذي. كيف؟ ايوه خلاص بس كذا تمام. خلاص كذا اسرع. شوفي كيف. والحين خلونا ننزل على تحت جهة الخريطة دي. كيف ناخذ القطعة حقت الخريطة وننزل ونشوف يعني. كيف الأمور بشكل أوضح. الحمد لله ما مات. هنا ايش في بله بس بعرف. أنا جيت من هنا. هنا الكوخ. اوكي اوكي افتكر. الله دي تهجم دي. على بالي ما يهجموا. فين بس خلونا ناخذ قطعه الخريطه اللي هنا. ايش الشيء ذاك اللي فوق شايفينه؟ هذا زي الكلاب ذيك اللي واجهناها اول. هذا الغراب ذا. يا ساتر افتكرهم جامدين والله. بس اول شيء يا جماعة الخير. كيف اول شيء؟ هو في بياع هنا. اول شيء اخذ القطعة حقت الخريطة. كيف؟ اوكي. وخلونا نشوف الخريطة الحين. والله ما ادري ايش في هنا. كيف؟ قال عادي جيت انا. ايوه اعتقد جيت. والله نفسي اروح اشوف هنا ايش فيه. اتوقع ما في سوامب هنا. فكر مستنقع اللي احاول ادوره. ما مدري يمكن هنا. شلو هنا كم دا حط لي شيء زي كذا يقرب لي. شايفين حتى لما اسوي زوم. مو معقولة المنطقة دي كلها فاضية. والله ما ادري. دحين خلني اجي للبياع. فكر. شوف ايش عنده. خلونا نشتري الدروع. فكة عنده الدرع حق المحارب. فكة خلونا نجيبه ليش لا. خلاص خلونا نكمل دحين. والله ما ادري دحين على فين بروح صراحة. بس خلينا نشوف بالخريطة. اتوقع هنا. خلونا اجي هنا. انا كذا كذا راح اجي هنا. انه والله نفسي اعرف المنطقة دي كلها ايش فيها. خلوني اجي على هنا بصراحة بشوف هذي ايش هي. اوكي خلونا نشوف بس بعرف كمان هنا ايش فيه بالله.
صراحة ما أدري شو المنطقة دي. خلينا نشوف والله ذاك إنه مستنق. إلا والله سوام كافو مرة شي حلو. ورونا المدخل له من فين، أكيد في كف من هنا ولا من هنا. ساتر ايش الاشياء دي، والله مسكت واحد منهم بس عشان اعرف ايش يعطيك. اوكي كان جيت منطقة ثانية. هي لا يعني لا يكون الابرة اللي دورها، يعني هو الدواء حق البنت هذي في كف ابرة. خلونا نجي هنا، خلونا نجي هنا لا يكون يعني اني اعرف كيف القاها طايحة كذا. والله ما ادري، اتوقع ممكن حول، انا اتوقع في كف ندخل وندخل يعني السوام بعرف كيف بشكل يعني رسمي ممكن. خلينا نقول ايوه هو هنا، خلينا نشوف ذا شرجته. والله ما ادري خايف اروح من هنا، الاشياء دي اتوقع تنفجر. وبين المدخل له من هنا في كف الاسوام ده مستنقع. ما ادري خلونا نجي من هنا عند الشجر ممكن. اوه والله نزل من نفسه، والله ما انا اللي نزلته. ايش الشيء ده نجيبك من هنا يا حبيبي. كملت تعلي على هنا، الله ياخذك. خلينا نتفاهم، خلونا نجيبه على هنا. جاء والله جاء ومتحمس كمان. تعال تعال خلينا نتفاهم هنا. بس عرفك نحط الدرع جماعة الخير. عندي كده فيه ما جت فيه، يا ساتر كلها فيني. اوه يا ولد شو الضربة الرهيبة دي كده. طيب انتبه. لا والله المكان ده ما راح يكون سهل. ودي كده والله ضربة اللي جت فينا اتوقع راح تنهيني. يا سلام احلى شيء والله في كيف انه سيفي. اخ في كيف يوصل. وين واحدة كمان؟ شايفين كيف بالله؟ اوه اوكي ما بقي مع اسعافاتني. يا سلام حلو، نهاية الحمد لله نهاية الله ياخذ. خلينا نشوف البلو هذول اللي هنا، ان شاء الله السحر ينهيهم على طول. انتبه يا ساتر تلف لفة كاملة. انا عاد خلونا نروح نهي كذا، والله ما كذا ما راح يكون سهل. يعني ما تكمل عب السولز عرفي كيف من غير المستنقعات ذي، دايما تكون موجودة عرفي كيف. شايفين كني شايف كفة هنا. لا بس خلونا نجي طب على هنا نشوف ايش فيه. ان شاء الله يا جماعة الخير ما راح اطلع من المكان ده الا وانا جاب الدواء حق البنت هذيك. هذا هو الهدف الفكر بالحلقة دي. بس خلينا نشوف المكان ده. لا سممني يا سم معي شيء شيل السم والله اتوقع معايا. وكان سويت اعتقد حطيتها ممكن. بس هاني يجي هنا؟ لا والله يجي هنا كفو. وروني انا ايش فيه. يا ساتر والله الاشياء السامة هنا كثير. انتبه ناخذ الشيء هذي.
اوكي اخذنا كل شيء. وخلوني بلا كمان بس الفكرة اروح الجهة ذيك اللي قدام. يعني انا عرفت الاسعافات هذه ايش. هذه يا جماعة الخير من الجريس اللي ترتاح عندها الشيك بوينت. الاسعافات دي يعني تسوي ميكس كذا، عارف زي العصير كذا، يعني شيء تبغى يقوي لك القوة مع الاستامينا مع زي كذا، عارف كيف انت تنقي. فانا حطيت انه شيء يقوي لي عارف كيف، فاعتقد الاستامينا شيء زي كذا، وبنفس الوقت الدم عارف كيف. حلو حلو، خذ الدرع كامل مرة شيء حلو. والله اخذنا اشياء كثيرة مرة شيء حلو. اوه انتبه تسممك على طول، ما ادري مين اللي طلقها. اعتقد واحد كان هنا. ياه يعني هي تنفجر. الله تنفجر يا جماعة الخير لما تيجي فيك وتطلق سم. والله كان يبغى لي قوي السحر هنا، مو السحر معلش اللي هو ال ليه ثواني بس خليني اشيل الاشياء الكثيرة دي اللي حاطها هنا ملخبطتني. رسكة كير رهيبة بس خليني اشيل السامن، ما راح احطه على فكرة الا لما اواجه الزعيم. خلاص اوكي تمام. على فكرة كان لازم ازود الاسعافات اخليها، مو الاسعافات معلش حقة الدرع، حقة اللي قصدي حقة السحر يا جماعة الخير. عشان صراحة شايفين انا كل اللي قاعد استخدمه. ساتر مش كجيني في مكان، والله خايف انزل. اجيهم من هنا، بالله يقول لي مدك تيجي من هنا. انتبه يا ساتر اثنين. والله ما يصير كذا، يعني راح اتسمم بس لكن ما عليكم ان شاء الله راح اشيلها. هذا ده لا والله مره ما يصير كذا، والله ما كان سم اقسم بالله العظيم. بس اشوف انا ايش معايا كل من ذي، بالله يقول لي هي والله مو هي. ايش السم؟ طيب والله خساره. هي دي ممكن. اوكي والله قاعد اكل اي شيء. خذ بس. ما كان ده والله ما راح يكون سهل. الله انتو ما خلصتوا. اوكي نهايتهم الحمد لله. ويلك السم يطول. والله يبغى مين كان يبيعها هذه، والله ناسي مين كان يبيعها. انا افتكر كيف اشتريت منه كم حبة، والله ناسي. هو كان بياع يبيع هذه الاشياء اللي تشلك السم تشلك. اكيد احتاجها هنا بس والله ناسي فين. اوكي كفو اخذنا سحر جديد. الصراحة يعني من خبرة بلعب السولز يعني مو كل سحر على فكرة يعني قوي، يعني في بعضها والله مي قوية ترى. ممكن تقوي نفسك وعلى بالك انها راح تكون قوية، شوي صدقوني ما تكون قوية. بس شوف هناك ايش فيه، شفت ايش فيه هناك انا. بس راح اقتل الشيء ذاك، احسه بديني شيء طيب. يا ساتر ده يواجهك ذا. اوكي رد الاسعافات كلها كفو. والله بلعب المكان ذا صعب، هذا اول مدخل حق السواب اظن. لا والله هذا مكان ثاني، كيف كذا؟ طبعا راح اجي من هنا صدقوني، راح اجي من هنا. بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. كأني شفت فتحة ثانية من هنا. طيب شوفوا كذا الجو تغير كيف. خلونا عارفين على السوامب اللي هنا. والله كأني شفت دخلة من هنا. شايف كيف؟
ممكن تاخذ الشيء ده. اوكي اخذوا الحمد لله. اي ما ادري هو المفروض في دخله من هنا بس والله من شايه. جيتنا من هنا؟ لا والله جيت من هنا. اجل والله خلاص الدخله الوحيده من هناك. اوكي اتوقع من هناك نجيب الشيء اللي نبغاه. والله ما ادري لما اجي يقول لي انه خلاص يعني طلعت من السوام ذا اللي حاول اجيب عنده. عارف كيف الابره اللي قال لي عليها؟ والله انا ما اتوقع الاقيها طايحه كذا. في كيف هذه كلها نبتات وكذا. خلني بس بالله اجي على هنا اشوف ايش فيه. في كيف قبل ما اروح من هناك عشان بس اتاكد. وانا ما جيت هنا. طب بالله بس انزل هنا اخذ الشيك بوينت دي. والله انتم زي يعني زي ما تمشي في جماعة اخرى منطقة كبيرة. شو السيف ذا؟ ما ادري صراحة من فين اروح. هذا كانه زعيم والله. اوكي والله زعيم والله. ان شاء الله مقدر عليه. انتبه اديه. لا خذ ضرر. ساتر بس والله مع الفزعة. طيب والله قاعد يحمسهم. كيف قاعد يقول لهم اطلقوا. عندي كذا. والله ما ادري الطر اللي قاعد يسوي قليل. مو كذا لازم اقطع الكف عشان اجيب الدواء. الحركة دي والله زعيم ابدا مو سهل. ابدا ما توقعت زعيم على فكرة راح نواجه الحين. والله ضرب مرة قليل. مرة ما يصير كذا. طيب هذا اول محاولة على فكرة قاعد يجرب. انتبه. اوكي لازم اخر عنه لما يسوي ذي. اوكي صدقوني ما اقدر عليه ان شاء الله. حلوين بطيء صراحه شويه. اوكي مو لازم اقتل اللي معاه كيف عشان اقتله. تأخرت عنها. هذا كمان. الستر. كلها الحركة. انتبه. والله مشكلة ما بقي معي إسعافات. صدقوا زي ما أقول لكم هذه أول محاولة. لا مقدور عليه ان شاء الله. صدقوا المحاولة بعد ان شاء الله اكيد. في كيف مقدور عليه ان شاء الله. خلنا نجيب الاثنين ذولي ان شاء الله الحين مقدور عليه. يعني والله مو مرة صعب بس هك اللي معاه دائما يساعدوه. في كيف ما جات فيني ذي. فك فما لي الا اعرفك عشان اشتت انتباههم اجيب السمن. هذول رهيبين صراحه يموتوا ويرجعوا من جديد. هذول افضل ميزه فيهم. يا الله ضربته ذي. انتبه هذا على طول تنهيك.
والله زي ما اقول لكم هو مو مره صعب. ادري يرجعوا هم ان شاء الله ما يرجعوا. خلونا نروح اقتلهم. طلعت انهم قريبين من بعض كذا. انتبه. حلوين. يا اخي طول فيه. إن شاء الله ما يجيبوهم من جديد. شايفين والله مو مرة صعب. انتبه يا ساتر. لكن حشكت والله. يا ساتر والله كله زي بعيد. فيك فترة زي بعيد. انتبه يا ساتر. اخ الله يا اخ لك ما قاعد تسوي ذي. ما قاعد انزف يا حبيبي انا. والله شوف افضل شيء اني اقعد ادي زي كذا. بكف ما اطمع. اشوف مدري ادي بالسحر. لا والله ما داني. ليش لا؟ هذي ذا؟ لا لا الله ياخذكم. كل زي يموت والله. لو ماتوا كيف هو صدقوا راح يصير جدا سهل. انتبه. كافو جت فيهم الاثنين. صدقوا حد يقتلهم خلاص. كافو. اوه ساتر شوف الضرر اللي سووه قديه. والله اثنين تقريبا بقى لهم ضربه. لا ياخذكم والله. اثنين بقول لكم ضربه يا ملاعين. ايوه تعالوا لي سوا. حلوين انا وانت بس ملعون. اياه والله مو معي اسعافات بس ان شاء الله مقدر عليه. انتبه. اوكي اوكي بعدت الحمد لله. انتبه. خلوا شيل السلاح بيد. عارفين شيلوا بيد عشان الطر يكون اعلى. لا جت فيني. يا ساتر انا برتبه. اوكي اوكي كم ضربة طيبة بس يا جماعة خير. حلوين فلت منها. دحين ان شاء الله راح انهي لكم اياه. انهي كفو. نا هنا الحمد لله جمعت خير.
والله مو مرة صعب، بس عارفين كيف، كل اللي عليك بس، حلو يا سلام، كل عليك بس يا جماعة تخر تطول معه، وجبنا الإبرة اللي أقول لكم عليها، مرة شي حلو. خلنا نرجع للرجال هذاك، عارفين كيف، نديله الإبرة، بس خلنا ناخذ أرواح حقتي. اوكي اخوان دحين خلونا نرجع للرجال هذاك، عارفين كان هنا هو، عارفين خلونا نروح له من هنا عشان الطريق اسهل، عارفين ما في اي سم، فنروح له عارفين نشوف ايش راح يقول دحين. هو قال لي اول ما تجيب الابره تعلي، وجبناها والله ما ادري كانه ما دام نديها الابره هي على طول، بس انا اشوف اني اروح له بالبدايه افضل، عارفين كيف، خلونا نروح له. ساتر والله نسيتهم دولي. استغفر الله. اوكي يا اخوان من هنا نروح له، بس خلونا نجي هنا، في كيف نجي من هنا عشان صراحه ما ابغى اواجهه ذا، في كيف واجهناه الحلقه الماضيه، خلونا نشوف ايش راح يقول. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. بكيف بدينا الاسرار. Now let me have a look at the needle. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? ادينا بعض الوقت مع الإبرة، هنشوف بس كمان. خلوني طب بس أروح، عارفين كيف؟ يعني شو أسوي؟ هو هذا الشيء اللي نبغى نسويه، لازم أروح أسوي سفر سريع وأرجع له، عارفين كيف؟ أوكي يا إخواني رجعت له من جديد. خلنا نشوف إيش راح يقول دحين. قال لنا كنت أنتظر عودتك. Now it will forestall the rotting sickness, I'm sure. خلاص جاهز الإبرة. Will you give it to the girl? حلو دحين نروح نديها البنت. I will reward you in kind. وراح يكافئنا. حلو. Millicent rests at the church atop the cliff, tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate indeed. The poor girl, she never wished for any of this. Do you find it peculiar that I would show such? Well, I'm the one that found her, a mere babe in the swamp of Aeonia. She is one of my dear daughters. But the rotting sickness, I doubt that she remembers. عارفين قاعد يتكلم عنها هي، ما ادري يقول انها واحدة من بناته، وقاعد يتكلم عن الدواء كمان. I didn't always worry so much. خلونا دحين اروح اعالجها. قال لي حتى لما تعالجها ارجع لي وراح اكافئك. فخلونا نعالجها جماعة الخير. If you are wise, you will leave my flesh bright. اوكي هنا يقول اديها اللي هو الدواء، خلونا نديها الدواء. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. But how? Never mind. I've decided I would rather trust you. And simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? اوه قلت غمض عيونك ثواني. عارف كيف راح تاخذ الابره تشوف ايش راح يصير. والله ما ادري ذكرتني بلعب ريزندي في المدري ليه. عارف كيف. That was easier than expected. But why do I feel اي كيف كذا تقول لي ماتت؟ لا عايشة شوفوا تتنفس. سامعين؟ سامعين ما جبنا العيد. خلاص خلونا نسيبها. اتوقع ارجع لها بعدين. بالله بس خلونا نسوي كذا. اشوف نفس الشيء دحين جيته. اوه اوكي. ان شاء الله تبع الاشياء. صرت نشيطة. ما هي يدها مقصوصة.
I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this. By way of thanks. حلو بتدنا شيء. A token though it is. اوكي، انا ما ادري ايش هو الشيء ذا بس ما انه شيء مهم. I'm considering leaving on a journey. كل بترحل. A needle buried in my flesh. I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. Millicent. If fate permits us meet again. والله في واحد قال لي في عندي مساعدة لما تلاقيها قل لي. أتوقع هذا اسمه. I'm considering leaving with the needle my destiny. أصلاً بس الكلام خذ الحين نرجع. I'm considering with the needle my destiny. والله ما أدري إيش الشيء اللي ادتني إياه. يعني صراحة هذا الشيء أنا أشوفه على فكرة عشان لا أزعجكم كذا طول صراحة إنه أفهم إيش هو وكذا. فأشوفها أعرف كيف وديكم يعني العلم الحلقة القادمة لما أعرف. أعرف كيف لحسن والله الشيء اللي ادتني شيء فيه ما أدري فعنه. بس أتوقع إنه شيء جدا مهم أنا متأكد. يعني خلونا نرجع أعرف كيف للرجال هذاك. أعرف كيف نرجع له. لما نرجع له جماعة خير. أعرف كيف. خلاص يصير يكافئنا. نشوف ايش راح يقول لنا. عارف كيف قال لما تعالجها تعالي راح اكافئك. فخلوا نروح نشوف. خلاص وننهي يعني المهمه ذي. هنشوف ايش راح يقول. اوه اوه هي اللي فيه هنا. اوه هلو اجين. Something about this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit, hoping to find someone here. But I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. عارفين هي بتروح بالجرني رحلة. عارفين كيف؟ بس قالت قبل ما أبغى أروح كنت أبغى المكان ذا قالت لي familiar يعني ما هو غريب علي. وذاك كان يقول إنه هذه بنته وإنه كان جالس ببيته والبنت ذي عارفين كيف هذا بيتها. واللي كان هنا ابوها اتوقع فما ادري ليش اختفى والله فجاه ما ادري ممكن نشوفه قدام. فهي قالت بس كانت بتودع الشخص اللي كان هنا شيء زي كذا والله يعني خلونا بس نشوف ايش بتقول. Well, never mind that. I must focus on my journey for which I have you to thank. I must stay strong. خلاص يبا. Well, I must stay strong. والله الحين بس يعني في كيف صيب الفضول نفسي بس ارجع الكنيسة انا اشوف ايش راح يصير. في كيف تخيلوا لقى ابوها بالكنيسة. انا ما اعتقد لقى احد هنا يعني في كيف. خلاص فمدة اتوقع راح نشوفهم قدام. فان شاء الله يا جماعة الخير على في كيف راح نكمل الحلقة القادمة. الحلقة القادمة باذن الله راح نكمل على في كيف من وراء القلعة اللي هو من هنا. وبالحلقة دي كمان شفته زي الكف. عرفت كيف انا جيت عنده كذا شوية ما كملت. فان شاء الله راح اكمل في الحلقة القادمة. اعتقد مدخله كان من هنا. فان شاء الله كلها راح اسويها يعني صراحة. وفي اكثر من شيء ابغى اسويه وابغى اجي هنا كمان يعني. وابغى اشوف هنا كمان ايش فيه. فباذن الله كل شيء راح نسويه. فاتمنى دعمكم يا جماعة الخير. واتمنى انكم تخفف عليكم. وان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله.